معايا ده. قولي. بيقول لك الست الاستراليه دي اسمها كيلي ويكس، كان عندها زرعه في بيتها وفضلت تسقي الزرعه دي سنتين، تحط المياه للزرعه وتشيل الزرعه وتحط الزرعه في البلكونه وتطلع الشمس وتشيلها من الشمس وتحطها مش عارف ايه، وتمسك بخاخه وتمسك فوطه وتنظف الورقه، اهتمام ما فيش بعده، تمسكت كده راقيه وتجيب سماد وتحط سماد. المهم في يوم من الايام الست قالت لك ايه، هبحبح شويه على الزرعه، يعني بدل ما هي في حاجه ضيقه كده هبحبح عليها الدنيا شويه وانقلها في حاجه واسعه كده واظبط لها التربه دي. فجت وهي بتنقل الزرعه حصل اللي حصل، جايه تنقل الزرعه من الطبق ده للطبق ده، اكتشفت ان الزرعه صناعي مش طبيعي. بعد سنتين كاملين من التعامل ومن الاهتمام بالزرعه ما حصلش. لا لحظه، هي ما حسيتش. انا اتصدمت. هي ما حسيتش انها ما بتكبرش. لا. ما بتغيرش ورقها، افتكرت ان هي كده ما بتتحركش وشكلها ما بيتغيرش خالص سنتين. عايزه اقول لك على حاجه بقى، ان الست دي بعد ما الموضوع بتاعها ده انتشر على السوشيال ميديا، في صدمه ثانيه بقى اسمعوها، اكتشفوا انه في ناس كتير كتبوا حكايتهم مع الزرع الصناعي انهم لم يكتشفوا انه صناعي غير بعد سنين من الرعايه والاهتمام. ايوه بس ازاي ده بيعدي عليه مواسم وربيع وخريف لا بس دول ناس عندهم ما كان عندهم زرع فيه. دول ناس هم بقى بعد سنين من الاهتمام. هي كمان الست الاستراليه دي بعد ما حكت حكايتها لقوا ان في ناس كتير، والصحافه كتبت الخبر ده، الصحافه الاستراليه، غلطوا نفس الغلطه وفضلوا يهتموا بالزرعه بالرغم انها زرع صناعي. يا لهوي. لا هو يعني دي لا هي غريبه جدا، لانه اي نعم الزرع الصناعي الجديد ملمسه طبيعي قوي. بس انت بتنكري انك اتخدعتي قبل كده في زرع وطلع صناعي. بس مش ممكن اكون ربيتها في البيت وما اكتشفتش؟ ما بتطولش، ما بتكبرش، ما بتطلعش ورق، يعني ما بتتبلش، ما بيطلعش ورق جديد يعني. سبحان الله، يعني سبحان الله.